أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين، في هذا الفيديو سوف نتحدث على القوى الصحيحة السالبة. أخذنا لصف الأول الإعدادي فصل ثاني في الجبر. في القوى الصحيحة السالبة، احنا اخذنا من قبل في القوى الصحيحة الموجبة او الغير سالبة علشان يبقى معانا الصفر. لو قلنا الموجبة يعني المقصود بها صاد موجب، لو قلنا الغير سالبة يبقى دي اتحاد الصفر كمان. طيب، يبقى هنا القوى الصحيحة السالبة اللي هي بتاخد اعداد سالبة. الأعداد الصحيحة احنا عارفين صاد سالب، عارفينها اللي هي من أول سالب واحد إلى سالب ما لا نهاية. طيب، في القوى الصحيحة الغير سالبة أخذنا لو في عندي ألف على باء أس نون، في ألف على باء أس ميم بتساوي ألف على باء أس نون زائد ميم. وقلنا لو ألف على باء أس ميم على ألف على باء أس نون بتساوي ألف على باء أس ميم ناقص نون، يعني في الضرب بنجمع وفي القسمة بنطرح. طب لو كان ألف على باء أس ميم أس نون، أس مرفوع الأس آخر، بتساوي ألف على باء أس ميم في نون. طيب، في القوى الصحيحة السالبة هي نفس القوانين وكل حاجة، ولكن هيقابلني ألف على باء أس ناقص نون سالبة، قوة سالبة يعني الأس بالسالب، ده بيساوي ألف بيساوي واحد على ألف على باء أس نون، هي دي القوة الصحيحة الغير سالبة. السالبة بنحول الأس إلى موجب بإن أنا آخد المقدار المقسوم، أقسي المقدار أقسمه على الواحد، بمعنى لو خمسة والسالب تلاتة بتساوي واحد على خمسة أس تلاتة. تمام كده، القانون ده بنعممه على القوانين دي، يعني بنطبقه على القوانين دي. هنشوف الكلام ده في حل التمارين بوضوح. ننتقل بسرعة كده إلى حل التمارين. القوى الصحيحة السالبة صفحة 3 كتاب المدرسة فصل دراسي ثاني كتاب الجبر. إن شاء الله نحل التمرين كله في القوى الصحيحة السالبة. بيقول خمسة على خمسة أس سالب تلاتة بتساوي خمسة أس واحد، دي احنا في القسمة بنطرح، يبقى سالب في سالب أس تلاتة بتساوي خمسة أس واحد سالب سالب موجب تلاتة، يعني بتساوي خمسة أس أربعة. باء السالب واحد في أس سالب تلاتة بتساوي باء، بنضرب السالب في مش ضربنا الأس في الأس، أضرب الإشارات، سالب سالب بموجب، واحد تلاتة بتلاتة. تلاتة في سين أس سالب واحد الكل أس اتنين بتساوي، بنضرب الأس ده في الأس ده والأس ده في الأس ده، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في دي اتنين، واحد في اتنين يبقى تلاتة أس اتنين، في سين أس سالب واحد في اتنين سالب واحد في اتنين سالب اتنين، يبقى تلاتة في تلاتة بتسعة، سين أس سالب اتنين. طب السالب اتنين دي أنزلها في المقام وأغير الإشارة تبقى سين أس اتنين. عشرة أس سالب تلاتة بتساوي واحد على عشرة أس تلاتة. خمسة في جيم أس صفر، أي حاجة أس صفر، أي مقدار أس صفر بيساوي واحد.
يبقى جيم أس صفر بواحد يبقى بتساوي خمس. اتنين في سين أس سالب اتنين بتساوي اتنين على سين أس اتنين. تلاتة أس سالب واحد، تلاتة في ألف أس اتنين الكل أس سالب واحد، يبقى ده كله بينزل في المقام بتلاتة ألف تربيع، والسالب دي الشالب بقت موجبة. اتنين اهي سين تربيع بالسالب يبقى تنزل في المقام سين تربيع، صاد أس سالب اتنين صاد أس اتنين. يحسب قيمة كل مما يأتي، خمسة أس سالب واحد بتساوي واحد على خمسة، أربعة أس سالب واحد واحد على أربعة، خمسة أس سالب اتنين واحد على خمسة وعشرين، أربعة أس سالب اتنين واحد على أربعة تربيع اللي هي ستاشر. الأربعة بتنزل تحت، أربعة تربيع، أربعة في أربعة بستاشر. أربعة أس خمسة تفضل فوق زي ما هي، وأربعة أس اتنين بالسالب تنزل تحت بالموجب، تبقى أربعة أس تلاتة. تلاتة هنا بنضرب، نجمع الأس، سبعة سالب تلاتة، مش سبعة موجب سالب تلاتة، بتبقى سبعة سالب تلاتة بسبعة أس بأربعة. هنا سالب في سالب وموجب، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى تلاتة أس أربعة. واحد وتمانين طبعا، دي واحد وتمانين برضه، دي أربعة في أربعة بستاشر، في أربعة بأربعة وستين. أربعة في أربعة بستاشر بأزيد مش بواحد وتمانين، بأكثر من واحد وتمانين. تلاتة أس أربعة، تلاتة أس أربعة بواحد وتمانين، وتلاتة أس أربعة واحد وتمانين، أما دي أربعة أس تلاتة. بأربعة وستين، أربعة وستة أربعة وستين، أربعة أس خمسة ألف وأربعة وعشرين، خمسة سالب واحد بالسالب تلاتة بموجب تلاتة، بخمسة أس تلاتة بمية خمسة وعشرين. هنا ممكن حل بطريقة ثانية، بنجمع الأسس، هنا القسمة بنطرح، يبقى تلاتة أس واحد سالب في سالب اتنين تساوي تلاتة أس واحد موجب اتنين تساوي تلاتة أس تلاتة سبعة وعشرين. برضو هنا ستة، هنا ستة أس سالب اتنين على ستة أس سالب اتنين بدي صفر، ستة أس سالب اتنين على ستة أس سالب تلاتة تبقى ستة سالب اتنين، وتبقى دي تطلع فوق بالموجب تلاتة بتساوي ستة. تمانية، تمانية، تمانية أس سالب اتنين على تمانية أس سالب تلاتة بتساوي، ممكن تتبع الطريقة التالية، اللي سالب نحركه من مكانه، يبقى تمانية في تمانية أس تلاتة، ودي تمانية أس اتنين بتساوي، دي ترى أحسن لك إنك أنت تحرك الحاجة وتغير الإشارة. شرط الأس ده يتحرك لفوق وده يتحرك لتحت، يبقى كله تمانية بقى، في الجمع بجمع، في الضرب بجمع، يبقى واحد زائد تلاتة، في القسمة بنطرح سالب اتنين بتساوي تمانية، واحد تلاتة أربعة شيل اتنين يبقى اتنين بتساوي أربعة وستين. سبعة أس سالب اتنين في سبعة أس خمسة على سبعة أس تلاتة بتساوي،
هنحرك برضو بقى 7 أس 5 زي ما هي، دي تنزل تحت 7 أس 2، 7 أس 3 بتساوي 7 1 اهيت، دي بنقسم يبقى -2 نقسم برضو -2 تساوي 7 أس -3، 7 أس 5 -5 تساوي 7 أس 0 بواحد. بعد كده 3 -1/3 الكل أس 2 بتساوي 1، دي هتنزل تحت 3 أس 1 في 3 بقى مكان دي 1 تربيع كله تربيع، تساوي 1/9 كله تربيع، تساوي 1/81، 8 أس 4، 8 أس -4 أس 0. مبدئيا أي حاجة أس 0 بواحد، وتريح دماغك، مش عايزين نحلها، تحل بالطريقة الأسرع والأسهل. 9 أس 3 في 9 على 9 أس 5 كل أس -3 بتساوي 9 أس 3 + 1 بنجمع والقسمة نطرح -5 كل أس -3 بتساوي 9 أس كام؟ 3 1 4 -5 -1 أس -3. هنا بقى قدامك طريقتين، يا تضرب تبقى -1 في -3 ب 3 يبقى 9 أس 3، يا إما تعمل كده تنزل دي في المقام يبقى 1/9 أس -3 بقت كلها أس -3 يبقى بتساوي، تقوم مطلع دي فوق وتغير إشارة الأس يبقى 9 أس 3. هي الطريقة دي كده طريقة ودي طريقة، دي طريقة إنك تضرب الاتنين في بعض كده -(-)-3 خلاص تخلص، أو تحرك المقام بسط والبسطين مقام. 4 أس -2 في 3 على 4 أس -6 الكل أس -3 بتساوي، حرك بسط مقام مقام بسط، الوقت 3 زي ما هي، هنا 4 أس 2 هنا 4 أس 6 الكل أس -3 بتساوي، سيب 3 زي ما هي واشتغل على 4 تساوي 3 في القسمة بنطرح 4 أس 6 -2 الكل أس -3 بتساوي 3 في 4 أس 4 كل -3 بتساوي كل أس إيه؟ -3 يبقى بتساوي، نضع كله في المقام، وده بسطه يبقى 1 وده المنزل والمقام عشان نغير إشارة أسهم، أس 3 بدل -3 ده بتساوي 1/3 أس 3 في 4 أس 3 في 3 تساوي 1/3 في 3 في 3 27 في 4 أس 9 تقدر تجيبها بالآلة الحاسبة. السؤال الثالث اختصر، (7)/(س) هنا اضرب على طول نون سالب في سالب وموجب 3، ها جيم يبقى تنزل تحت يبقى بسطها بقى 1 يبقى (ج)/(5) في (ج)/تربيع تساوي 1/(ج)/7 نون كل أس-2 دي اللي -2 دي أس-، دي هتبقى نون أس-2 بتاع البسط ودي نون أس-2 زي بعض، ده على دي فالواحد.
ألف أس سالب اتنين، نون أس سالب تلاتة، يبقى بتساوي ده مشودي الأول ص تربيع على س. ها دي س تكعيب على س أس خمسة بتساوي واحد على س تربيع. ها د أس خمسة على د أس تلاتة بنطرح، يبقى د أس اتنين ص اضرب بسط ومقا خمسة في سالب تلاتة سالب خمستاشر على ص أس سالب اتنين في سالب تلاتة سالب سالب موجب يبقى ست، بتساوي واحد على ص أس خمستاشر زائد ستة بتساوي واحد على ص أس واحد وعشرين. ألف أس سالب اتنين على على نون ألف أس سالب اتنين نون أس سالب تلاتة يبقى واحد على ألف أس اتنين نون أس تلاتة. ألف أس اتنين في ألف أس سالب خمسة نضربهم يبقى هجمع الأسس، يبقى اتنين سالب خمسة بسالب تلاتة، يبقى ألف أس سالب تلاتة في اتنين بتساوي واحد على ألف أس اتنين في تلاتة بستة، ودي تنزل عشان نغرق شرط الأس. سين أس سالب اتنين على سين أس أربعة نبدلهم، هتبقى سين أس أربعة على سين أس اتنين الكل أس اتنين، وتطرح الاتنين من أربعة اتنين أس اتنين، يبقى سين أس اتنين مجموع الاتنين دول تحت سين أس أربعة على سين أس اتنين بسين أس اتنين أس اتنين كمان بسين أس أربعة. تلاتة أس صفر بواحد ناقص اتنين أس سالب يبقى بتساوي واحد سالب تلاتة الصفر ناقص اتنين أس سالب اتنين كل أس سالب اتنين بتساوي تلاتة الصفر بواحد سالب واحد على اتنين تربيع، دي هتنزل في المقام عشان الكل أس سالب اتنين بتساوي واحد سالب واحد على أربعة كل أس سالب اتنين بتساوي واحد شيل منها ربع يبقى تلاتة على أربعة والكل أس سالب اتنين، يبقى بتساوي نعكس وناخد الأس اتنين تبقى أربعة على تلاتة بقى أس اتنين، الإشارة دي خلت البسط مقام بسط بتساوي أربعة في أربعة ستاشر، تلاتة في تلاتة تسعة. ننتقل لآخر سؤال قبل الأخير، لماذا تكون باء السالب تلاتة غير معرفة عند باء بتساوي صفر، غير معرفة عند باء بتساوي صفر؟ لأن باء السالب تلاتة تساوي واحد على باء أس تلاتة أصلا، وعند باء بتساوي صفر، يبقى إذا المقدار بيساوي واحد على صفر، ده غير معرف او غير ممكن زي ما اتفقنا ان ما ينفعش اقسم على الصفر. ينمو عدد سكان مدينة طبقا للقاعدة س بتساوي اتنين في واحد وتلاتة من مية اس نون مليون نسمة، حيث س عدد السكان وبالمليون ونون عدد السنين، س ده عدد السكان وده عدد السنين، ما عدد سكان بعد سنتين؟ يبقى بعد اتنين سنة نون بتساوي اتنين، إذا عدد السكان اللي هو هيساوي س اللي هو بيساوي اتنين في واحد وتلاتة من مية أس اتنين بتساوي، اشتغلها بالآلة الحاسبة، يعني بتساوي اتنين في واحد وتلاتة من مية أس اتنين. واحد وتلاتة من مية أس اتنين
بتساوي واحد اتنين و في اتنين بتساوي ده احنا ضرب الآلة الحاسبة هيديني تمانية واحد اتنين واحد واتنين مليون، يبقى اتنين مليون وحوالي اتناشر من مية. اتنين مليون و اتنين مليون و ألف وميتين وتمنتاشر من المليون. ما عدد السكان الآن؟ عدد السكان الآن يعني كانت نون بتساوي صفر لسه الآن، يبقى إذا سين بتساوي اتنين في واحد وتلاتة من مية أس الصفر، أي حاجة والصفر بواحد، يبقى بتساوي اتنين مليون، يبقى الآن اتنين مليون. ما عدد السكان منذ سنة، قبل سنة، منذ سنة يعني نون بتساوي سالب واحد، يبقى س بتساوي اتنين في واحد وتلاتة من مية والسالب واحد، يعني بتساوي اتنين على واحد وتلاتة من مية بتساوي اتنين على واحد وتلاتة من مية بتساوي واحد مليون واربعة وتسعين من مية تقريبا، بتساوي تقريبا واحد و أربعة وتسعين من مية مليون. وكده يبقى خلصنا فيديو اليوم، وإن شاء الله في الفيديو القادم نتحدث على الدرس التالي اللي هو الصورة القياسية للعدد النسبي. أرجو منكم المشاركة والدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.